المباراه العروبه وبنياز اللي شهدنا فيها كرت احمر كابتن مسلم، ايضا واحد من الشباب الصاعدين اللي ظهر شفناهم خلال هذا الموسم، احمد دلال كان في الساحه، محمد المازمي وعثمان عبد الرحمن كان مساعده ومساعد ثاني، ناصر علي كان الرابع، احمد عيسى دريش كان حكم الفار، ومساعده كان جمعه المخيني. عندنا اكثر من حاله في هذه المباراه، اول الحالات اللي دائما حتى يبنى خلاصه الجوله اللي نتكلم عن البطاقات، يعني مرات ما توجد العذر مسعود. انا جبت قلت لك ظاهره سلبيه من جولتين، يعني حاله مثل هاي انت حتى ما تحتسب خطا صعب مسعود، يعني لا تشر البطاقه، يعني يا اخي على الاقل شيء يعني اضعف الايمان البطاقه الصفراء. انت لو هاي بطاقه الحمراء الكل بيصفر لك انت اشرت البطاقه الحمراء، لا بطاقه حمراء ولا صفر ولا حتى خطا شويه يعني كبيره وما حد يتقبلها يعني. ننتقل للحاله الثانيه في المباراه، في الدقيقه 87 كان في مطالبه هني بركله جزاء من لاعب العروبه من خلال العادات اللي نلاحظ انه لا وجود للخطا، في تلامس بسيط، احتكاك انا اشوف انه طبيعي لا يرتقي لاحتساب الخطا او احتساب ركله جزاء مثل ما كان يطالب فيه لاعبين او لاعب العروبه. الحاله الثالثه تدخل جدا كان ايجابي في الحاله الثالثه من قبل حكم الفار، واحده من الحالات اللي اذا ما كان مركز بتركيز كبير يمكن حتى من خلال العادات الاولى ما توضح شو المخالفه اللي صارت، واحده من المخالفات اذا ارتكب فيه اللاعب ضد ايا كان في الملعب اللي هو البصق، بصق كان بشكل واضح سلوك مشين، لو نشوف احنا هناك لاحظ تصرف كان من لاعب بنياس عندما قام بالبصق على لاعب فاروقان، بالتالي تدخل كان فاتت على الحكم وعلى المساعد الاول، الحكم الفار كان في تركيز كبير وعالي وبالتالي ساعده واشهر في البطاقه الحمراء المباشره. بس هو قبل الكرت الاحمر المباشر عطى اللاعب اللي على الطرف انذار. هو نفس اللاعب اللي صار فيه لانه احتج مع احتج على الحكم الراية او تمادى او كان ياخر التوقيت او ياخر استئناف اللعب، ياسر اشهر البطاقه الصفراء.